مشاهدي الكرام، حياكم الله معنا مجددا في هذه الحلقة أو هذا البرنامج الخاص والذي نستضيف فيه بعض الأخوة الشعراء والأدباء من فلسطين، وأكرر بهم الترحيب. الله يحييك الأخ الشاعر والباحث الأستاذ نجيب يعاق، بحياك الله أبو هيثم، الله يخليك، وكذلك الأخ الشاعر أحمد سعيد مرعبة، حياكم الله. الله يحييك. انهينا الفاصل على قصيدة كانت مع الأخ أحمد، صحيح كان لك تعليق عليها أو نعم. يعني هذه القصيدة الجميلة عندما سمعتها ذكرتني بالبحر البسيط. هي مبنية ومنظومة على بحر في اللغة العربية الفصحى يسمى البحر البسيط، ويسمى بحر الشروقي، ويسمى البدوي، لأنه حتى معظم شعر البادية يقوم على هذا البحر، نفس الوزن يعني، على نفس الوزن رغم صعوبته. لأنه لاحظ، إن البسيط لدي يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، يعني يحتاج إلى ثروة لغوية هائلة عند الشاعر حتى يستطيع أن يملأ هذه المساحة. الجميل في هذا البحر أنه يأخذ قوالب لحنية عديدة، يعني مثلا إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، مرشوشتين بالندى يا داري الافراح، مرشوشتين بالندى والعطر فواح، إن البسيط لديه يبسط الأمل، يا مرحبا بك يا اللي اليوم ضايفنا، يا مرحبا بك يا اللي اليوم ضايفنا، واحنا من بعيد ضحشت لك شفايفنا، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، يا مرحبا يا حبايب يوم طليتو، وقلوبكم كاسي ما يوم حنيتو. أنا على السريع أعطيت ثلاث قوالب لحنية. أنا شوية تأثرت من اللحن الأخير والبيت الأخير يا أبو حيث. يا مرحبا يا حبايب يوم طليتو، وقلوبكم كاسي ما يوم حنيتو، يا مرحبا يا حبايب يومي هليتوا، وانتوا اهلنا ومنا ولا مليتوا، يا شجرة الحور باب الدار مخضر، وشرفت عالموت ما جا صاحبي مرة، يا شجرة الحور باب الدار تتمايل، وشرفت على موت ما جا صاحبي سايل. هذا عفوا من التراث، في عنا من التراث الشعبي الفلسطيني الأصيل إشي اسمه السامر، من السمر، السامر، وهو يشبه بدرجة 95% على الأقل الكثير من العرضات التي تعقد عند إخواننا السعودية، في المملكة العربية. السامر، نعم، السامر. نسمع من السامر هذا؟ السامر نعم، هو برضو على، وقلت لك حكيت لك معظمه على البحر البسيط، نعم. يعني هيك بيبدو. أول كلامي بصلي على النبي الهادي، وبيكونوا مجموعتين، مجموعة بتقول الرد الأولى ومجموعة بتكرر الرد الأولى، وبنفس الوقت بتيجي برد ثاني، وبيكون في شخص يعني من المجموعة اسمه الحاشية، بيكون حامل عصا أو سيف
وهذا شغلته انه يثير الحماس نعم. ويعلي النبره ويخفض النبره قائد وكلها يعني. بالضبط قائد الكسترا نعم حقيقه يعني السامر الفلسطيني لوحه من اجمل اللوحات التراثيه ويعني اسمحوا لي ان ادعو من على شاشتكم الموقره والكريمه شعبنا الفلسطيني ان يحافظ على هذا اللون الذي عزفنا عنه الان الى الوان اخرى. ليش طيب تم يعني بسبب الناس تركوه يعني؟ نعم اخوي ابو مشاري انت عارف الغزو الثقافي البغيض الذي نتعرض له. فالان اصبحت الموسيقى يعني انا بحكي عن الوضع عندنا يعني تتغلغل في صفحات ثقافتنا الاصيله وتزدهر على حسابها. على حساب التراث يعني. نعم نعم فانا اقول كلمتين. أنت أمام ثقافتين، ثقافة صاعدة وثقافة هابطة. يعني أتمنى خاصة على الجيل الصاعد أن يدرك رسالته وأن يتاجر بالثقافة الصاعدة لأن الشعر ليس طربا. الطير يرقص مذبوحا من الألم. الشعر ليس مجرد طرب وأي شاعر لا يحمل أي رسالة يعني ليس منا. وأخص بالذكر الشاعر الفلسطيني لأن الشاعر الفلسطيني ابن نكبات ابن عذابات ابن جراحات لا يحق له أن يحمل رسالة غير الرسالة الجمعية والفردية للشعب الفلسطيني ولقضيته المقدسة. نعم طيب أبو هيثم فضل. بدأت تتكلم عن بعض الألوان هي تتعلق بالشعر خلنا نقول الغنائية. نعم طبعا هو الشعر عادة يكون فيه قالب غنائي يعني هم يقولون ان الشعر مغنى دائما بالضبط 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 وبدأت تتكلم عنها كمل لي يعني تكلمت عن نوع اللي هو قلت السامر طيب أوكي. مثلا غير السامر نعم نعم كل الاحترام اعطينا نموذج للسامر طيب السامر ابياته كثيرة جدا جدا لحن. اي لحن منها اي لحن يعني لما بنقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد خاتم حبيبي وقع في البير لو راني يا من سمع رنيته مرهون للجنة هذا لون من ألوان السامر يا داري يا داري وين عدنا جماجونا لطليج يا داري بعد الشيد بالحنة هذا كلها أبيات تراثية قديمة سامر. من نعم من قالب السامر يعني حتى أضع الأمور في نصابها اسمح لي بعد إذنك الأدب الشعبي عندنا يقسم إلى أربع أقسام عندنا الأغنية الشعبية وعندنا الحداء وعندنا الزجل طبعا باختصار شديد قائم على القصيد والزجل ينظم على أبحر الشعر الفصحى بالتالي ما هو ليس منظوم من الأدب الشعبي الفلسطيني على بحر من بحور الخليل ليس زجلا فعنا الأغنية الشعبية عنا الحداء بضم الحاء هي وعنا الزجل وعنا الموال طيب هذا هو الأدب الشعبي بشكل هذا الأدب الشعبي بشكل نعم. طيب خلينا نتكلم عن الحداء مثلا الحداء له ألوان الحداء نعم الحداء له ألوان كثيرة جدا منها المربع والمربع قائم على أربع شطرات ويرتجل عادة ارتجالي في الساحة وفي الميدان طيب في مثال عندك مثلا الحداء أو حاضر بعطي لك مثال أو حاضر بعطي لك مثال أحلى من الماء الزلال أو بالسعودي الهلال بيض والكرة الأرضية هذا ارتجالي هذا الآن مرتجل أنت الآن؟ ارتجال. نعم والله ارتجلت الآن يا أبو مشاري يا فهمان الكلمة عراس اللسان بتجري أشبه بالمية بتقول صح لسانك ويقوي إلك إيمانك وأنا بعرف عنوانك حر بتهوى للحرية هكذا قد تستمر ساعات بالارتجال أه. نعم
هذا زي شعر المحاورة. طيب هذا زي شعر المحاورة. طيب لو قلنا شعر المحاورة، في شيء يشبه شعر المحاورة عندكم في فلسطين؟ طبعا يعني تقدر يعني تنفذ انت والاخ احمد؟ مني ردي ومنه ردي مثلا، ممكن بس يعني انا بحب على الشاشه. طيب هو على نفس اللون هذا ولا على لون ثاني؟ في 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 عندنا مثلا طلعات او القرادي برضو بتكون على شكل حواريه، يعني منه ردي ومني ردي، ومعظمه بيكون ارتجالي. يعني سامحني، الشعر الذي لا يرتجل على هذه الالوان، مربع، مثمن، سبعوية، مثمن مكسوم، طلعات اللي هو اسمه عندنا كرادي، يعني احنا معتبره يعني شاعر ضعيف. هذه من بدهيات الادب المحكي، بدهيات الادب الشعبي. اما يعني انا احببت ان اسمعك شيء، يعني نبغى شيء من ردي ومنه ردي، يعني يعني حاب اعطي شيء من بقالب لحني تراثي اصيل ومن الطلعات. نعم جميش، تفضل. الله يفضل عليك. مش قلت انت الحين؟ نعم. لا انت ايش قلت لي يعني اللي بتكلمون عليه؟ وش اللحن؟ اللحن كرادي او طلعات. طلعات. اسمها طلعات. سمعنا الطلعات. طيب اسمحوا لي، يعني وجدانية خفيفة. نحن مجروحون لكن هذا لا يمنعنا من الفرح. نقول واردا نبعات مل ويا دموع على عينه اللي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني مل نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني مل نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني مل حامل الجرة معها والسعد ماشي وراها حامل الجرة معها والسعد ماشي وراها والمعلل لو يراها عاد ما يشكيش علينا بعد المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي ابتعدت واغتربت ومني ما توخر طلبتي وإذا في آذار غبتي مع قمر نسانه اللي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي سارحة تمشي الهويني وطولها عود الرديني سارحة تمشي الهويني طولها عود الرديني شفت ما صدقت عيني ووقفت شارد محلي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي كلمة واحدة تعرفيها مو ضروري تنطقيها لو خجلتي لا تقوليها نظرة عيونك تقلي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي نبعت المي اتركيها ومن دموع على عيني ملي ليا وليا يا بنيا يا ليلى البداوية بعالي الصوت ناديتك أمان ترد عليا ليا وليا يا بنيا يا ليلى البداوية بعالي الصوت ناديتك أمانة ترد عليا يا ليلى وين ما تكوني خيالك ساكن عيوني يا ليلى وين ما تكوني خيالك ساكن عيوني
مكان الناس لاموني لو بيدرون شو بيا. ليا وليا يا بنيا يا ليلى البهداوية، لعالي الصوت ناديتك أمان ترد عليا. رحتي وجرحت إحساسي وأنا المشتاق مش ناسي، وإن كان قلبك قاسي أنا بقلبي الحنية. ليا وليا يا بنيا يا ليلى البهداوية، بعالي الصوت ناديتك أمانة رد عليا. عافاك المولى، بيض الله وجهكم. هذا شو اسمه ذا طلعات اللي قلت؟ هذه اسمها نعم طلعات. طيب يوم تقول طلعات انت يعني؟ نعم. الان هذه محفوظه من قبل يعني معروفه ولا لا؟ لا عفوا، بيقولوا لها اللازمي اللي هي مطلع الطلعه. هذه طلعه تراثيه قديمه. أنا بنيت بس ليا وليا يا بنيا يا ليلى البدوية، هاي مش مني هسا، ما تبقى كله مني. يعني بعالي الصوت ناديتك أنا لترد عليا. هذه فلكلور يعني قديم اللي هي القالب اللحني فلكلور. نعم. واللزمة برضه فلكلور بالضبط. أما ما تبقى، ما تبقى منك. نعم ما تبقى ومن الأخ، مني ومن الأخ. هل هو الآن ولا معروف يعني مسبقا يعني؟ في هذا أنا بفهم أنا في فرق بين الارتجال اللي قبل شوي. نعم. وفي فرق بين شيء يكون محفوظ مسبقا. نعم صحيح. نعم هذا نعم. محفوظ مسبقا هذا. نعم غنينا عليه كذا مرة. أي معروف يعني. نعم نفس مألوف. المفردات بنفس البيت يعني. مألوف إلنا مزبوط. بنفس البيت. نعم. طيب خلينا نكمل يعني. طبعا إحنا يعني بصراحة على ما يقولون الحديث ذو شجون حول الله يخليك هذا الموضوع، ولكن خلينا في قضية نكمل الألوان الشعبية الفلسطينية. قلنا إنه هذا من أي نوع هذا؟ هذا من نوع القرادي أو الطلعات. طلعات. نعم. يجي في إطار إيش؟ يأتي في إطار الحداء. طيب الحداء يسموه الحداء. الحداء. طيب وش باقي غير الحداء؟ السامر أخذنا منه. السامر أخذنا منه والحداء أخذنا منه، وفي عنا الأغنية الشعبية. الأغنية الشعبية. الأغنية الشعبية يعني أهم ميزة إلها أن قائلها غير معروف. في طبعا في على دلعونة وفي ظريف الطول، وهذه الأغنية الشعبية يعني يعرفها عامة الناس وتغنى. ما تنسى لأحد يعني؟ لا تنسب لأحد. لأن قائلها يعني عام. قائلها عام. نعم نعم. هذه الأغنى الشعبية. نعم. طيب. وألوانها يعني بسيطة ومحبوبة وتثير الحماس عند الناس. قصيرة هي قريبة. أوزانها قصيرة دائما. لا والله لا، في منها أوزان يعني زي جفرة ويها الربيع يعني مثلا. مو شرط تكون قصيرة. لا لا لا. طيب أعطينا نموذج لها عشان احنا بنأخذ من الأخ أحمد. نعم نعم. نموذج لنوع آخر يعني. نعم يعني مثلا بدي اقول على دلعونة. على دلعونة على دلعونة بلادي حنوني ام الزيتونة. على دلعونة على دلعونة بلادي حنوني ام الزيتونة. راجع يا بلادي يا بلادي راجع، وكل اشباك بعين المدامع. بدي اسمع للي مش سامع، بدي اسمع للي مش سامع، ولعيون بلادي غني لفنونا. على دلعونا على دلعونا يا فلسطين بلادي ام الزيتونا. على دلعونا على دلعونا فلسطين بلادي ام الزيتونا. انا من القدس من الجرح النازف، وكوى من القلع بوجه العواصف. أنا من القدس من الجرح النازف، أقوى من القلع بوجه العواصف. متوكل عالله وغيره مش خايف، وخلي اللي يحكوا يظلوا يحكونا. على دلعونا على دلعونا فلسطين بلادي أم الزيتونا. على دلعونا على دلعونا فلسطين بلادي أم الزيتونا. فلسطين بلادي دمتي يا بلادي على المحبي بتربي ولادي. يا ورثة بي وورثة أجدادي، وإن شاء الله الصعب بكرة بيهونا. على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين
زين بلادي أم الزيتونة على دلعون على دلعونة فلسطين بلادي أم الزيتونة. يعطيكم العافية أستاذي. حياك الله أبيض وجيكم. الله يخليك. طيب باقي النوع الموال، احنا قلنا فيه الموال صح؟ نعم نعم. تعرف أنت الموال يا أستاذ أحمد صح؟ نعم صح. أعطينا مثلا نموذج للموال. موال العتابة اللي بنقول نعم. موال العتابة. نعم موال العتابة. هو في أكثر من موال يعني؟ طبعا في نوع من القصيد بس بيجي على شكل موال. موال. يعني اللحن يختلف. أي أعطينا الموال. لك هو ولا من شعرك يعني من قصائد؟ طبعا بعطيك موال عتابة من شعري. من قصيدي. أوف 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 مش كل من والني عقدها مش كل من والني عقدها ولا كل من بنى العقد عقدها ولا كل من حكى كلمي عقدها ولا كل من صفى عقله حساب. القدس إلنا والبلاد بلادنا والقدس إلنا والبلاد بلادنا القدس إلنا والبلاد بلادنا. يا ابن آدم لا تستعجل فتندم ويا ما بعجلتك صارت فتندم على وجه الأرض ما في فتندم وجميع الناس ببلعها التراب إن شاء الله بيكونوا سامعين أحبابنا إن شاء الله بيكونوا سامعين أحبابنا إن شاء الله بيكونوا سامعين أحبابنا. هذا موال. موال هذا اسمه. موال عتابة. عتابة. طيب الآن بنعيد إنه في معلش أستاذ أحمد في اللي يسمونه الجناس. أها. هي. اللي نعم. قلتها الكلمات اللي قلتها. نعم. هي طبعًا هي لها لها ما يشابهها في طبعًا في المملكة. حلو. لكن الجناس عد لي الكلمات اللي قلتها. نعم. فتندم فتندم فتندم. نعم هي. نعم نعم. شكرًا يعني لك على هذا السؤال الوجيه جدًا. هذا موال العتابة فعلًا يقوم على الجناس أو من سميه يعني التجنيس. وبس للفائدة يعني للإثراء الجناس أن تأتي بمفرد ثلاث مرات متشابهة في اللفظ ومختلفة في المعنى في المعنى. بيت العتابة أو موال العتابة يتكون من أربع شطرات. الشطرة الأولى والثانية والثالثة جناس. فيها الكلم الأخير جناس والشطرة الرابعة تنتهي القفلة تنتهي بالألف باء. يعني مثلا لازم الألف باء حاليا الألف باء كانت في الماضي تنتهي بالألف الممدودة أو الألف المكسورة. هوى دوى سما إلى آخره سابقا كانت يعني تختم بيت العتابة بهذه القفلات. لكن الآن هناك شبه التزام كامل من جميع شعراء الشعبيين بهذه القفلة اللي هي ألف باء. ضروري ألف باء. ضروري ضروري. مثل كلمات إيش مثلا؟ مثل آب طياب إحباب جياب إعباب أصحاب ألف باء. ألف باء. الآن الجناس الجناس يا بن آدم لا تستعجل
فتندم. فتندم من الندم. من الندم. نعم. نعم. يا ما بعجلتك صارت فتن، جمع فتنة. فتن دم. فتن دم. بسببها دم. العجلة بتسبب فتن. نعم. بصير وراها دم. على وجه الأرض ما في فتن، فتى. فتى. شاب. فتى. دم. أنولد مخلد. فتن دم صح. ما في. نعم. على وجه الأرض ما في فتن دم. دم. وجميع الناس. إلى زوال يعني. يا صاحي إن الكبرى خلق سيء هيهات يوجد في سوى الجهلاء. نعم. طيب كنت كان عندك كنت مداخلة عندك أبو. نهاية بيت العتابة أو موال العتابة برضو بتصير في الباء المنصوبي، يعني عنب رطب مثلا. يعني الباء المم ضروري من الباء، يعني الحركة القصيرة الفتحة تعتبر مادي تحسب ألف. مظبوط. وبدي يعني الأستاذ أبو هيثم يوضح للأخ أبو مشاري عن الأوف أو الآخ في بلاد الشام في بداية بيت العتابة. يعني. نعم نعم. يعني هذه فيها تحسسك إنه كأنها رمزية للألم والحزن يعني. هي أصلاً يعني كلمة عتابة أجت من العتاب، ويبقى الحب ما بقي العتاب حقيقة. ولو بدنا نرجع للروايات التاريخية لماذا سميت هذه التسمية، هناك أكثر من رواية، لكن في مجملها هي عبارة عن يعني شخص كان يعشق حبيبته وبلش لها بال كأنها يعني هجرته أو أبعدت عنه، فبدأ يغني موال العتابة ويتأفف من جمر النوى والفراق. فحكينا أنه يعني عتابة من العتاب. الآن أوف هنا يعني ليس لها ولا تقول بعد أعوذ بالله سميع العليم الشطرنج ولا تقول لهما أف، لا هذا غير تديني. طبعا يختلف. نعم هنا أوف يمهد بها الشاعر الشعبي للجمهور وللمستمع انه ترى انا بدي اكل عتابه. نعم معروف يعني هذه درجتها معروفه. نعم اول ما يقول اوف معروف انه عتابه، بده يكون عتابه او بده يكون شيء قريب من العتابه بس بحره بيختلف، اللي هو الميجنه. اللي هو اللي يسمى عندنا الميجنه. الميجنه الميجنه العتابه عفوا يعني اسمح لي، تنظم على البحر الوافر، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعوله، يا بن آدم آدم لا تستعجل فتندم، قطعها عروضيان بتطلع على البحر الوافر. اللي هي العتابة. العتابة. والميجنة. الميجنة على بحر الرجز، بحر القصيدة الأولى اللي غناها شاعرنا. اللي هي بدوية كثيرا يا أستاذ. نعم نعم. ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا، أحلى دني وأجمل بلاد بلادنا، أحلى دني وأجمل بلاد بلادنا، أحلى دني وأجمل بلاد بلادنا. واحفظ وداد ربوع أهلك والعتاب، من قبل جرات المجانة والعذاب، صلوا على طه النبي أكرم لنا يا كل العيون. عيوني ويتم عيوني. هذه اسمها ميجنة. ميجنة. وش الفرق بينها وبين فقط العتاب؟ ما في فرق. الجناس عفوا الفرق يعني العتابة تنتهي بألف باء والميجنة تنتهي بنون ألف ممدودة. العتابة على البحر الوافر بحور الشعراء، بينما الميجنة على بحر الرجز. أرجز لنا يا صاحبي أرجزة مستفى، وكلها لازم ثلاثة فواصل وقفلات. بالضبط ثلاثي الثلاث شطرات الأولى فيها جناس. لا تسقني ماء الملام والعتاب، العتاب بمعنى اللوم،
واحفظ وداد ربوع أهلك والعتاب، والعتاب الثاني جميع عتبي عند الباب أبطل. لا تسكني ماء الملام والعتاب واحفظ وداد من قبل جرات المجانة والعتاب، اللي هي العتابة اللي من غنينا ايه نفسها أيوة الأبيات نفسها أيوة بالضبط. من قبل جرات المجانة والعتاب صلوا على طه النبي أكرم لنا أكرم لنا أكرم إلنا أكرم لنا أيضا يعني لازم نا 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 ضروري منا بالضبط. يعني الميجة لا تنظم إلا على هذا القالب. والبحر الرجز بحر ينظم عليه الكثير جدا من ألوان الأدب الشعبي وخاصة القصيد، ويغنى زجلا ولون آخر اسمه أيضا لمعن. طيب أستاذ نجيب وأنت كذلك أستاذ أحمد، أنا قلنا من أول أنه الحديث معكم ذو شجون، الله يخليك، وهذا يعني عالم آخر اللي هو الأدب الثقافي الشعبي، خلينا نقول الأدب الشعبي الفلسطيني، ولا بد من حلقة ثانية. وطبعا نستأذنكم أن نختم هذه الحلقة ونكمل معكم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يسعدك، أنا بشكرك أخوي أبو مشاري، وبشكر القائم على هذه الفضائية الموقرة الشيخ مسعد بن صمار العتيبي، واسمح لي أني أشكر أيضا الإخوان اللي ساعدونا في الوصول للتعرف على أفضالكم اللي هم إخواننا الأخ شادي والأخ فادي المحترمين، وكل من يسعى بالخير يعني الله يجزيكم الله يعطيك العافيه. شكرا استاذ احمد، ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، كانت هذه الحلقه الخاصه مع الاخوه من فلسطين، عن تحدثنا فيها عن الادب الشعبي العربي وعن الادب الشعبي الفلسطيني تحديدا، وكنت اتوقع انه حلقه واحده ستكفي هذا البرنامج الخاص، ولكنها لم تكفي، ولعل هذا يعني من حظنا أن نتشرف بأخوتنا من فلسطين في حلقة ثانية إن شاء الله. استأذناهم وانتظرونا الأسبوع القادم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الخاص عن الأدب الشعبي في فلسطين. نشكر ضيوفنا ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.